مرحبا، اهلا وسهلا. اليوم ان شاء الله هناخد في المحاضره هذه باذن الله هناخد مراجعه عامه للمساق بتاع الالات الكهربائيه 2 الكتريك ماشينز 2. هناخد المواضيع الاساسيه اللي فيه، وبعدها هناخد سامبل اكزام. انا من وجهه نظري لو ان مثلا اكزام فور كواليفاينج اكزام يعني امتحان الكفاءه، المفروض ان نركز على الفاندمنتال. فمعظم السامبل اكزام اللي جايبه في النهايه multiple choice questions على الفاندمنتالز بتاعت الالكتريك ماشين 2. فاتمنى انك انت تحضر المحاضره عند نهايتها بحيث انك تكون ملم بالموضوع بشكل كامل ان شاء الله، وتدخل يعني وتجتاز الامتحان ان شاء الله بكفاءه. فعندنا احنا شو خذينا نحن في الكورس بتاعنا؟ خذينا المواضيع اللي هن اندكشن ماشين، اللي هن غالبا ما يكون الاندكشن موتورز. خذينا الكونستراكشن، الثيوري بتاع الروتيتنج ماجنتيك فيلد، Three modes of operation, equivalent circuit model, no load test, locked rotor test, and so on. خذينا بعدها synchronous machines، وخذينا تقريبا نفس الوقت في اللي خذيناه في induction machines، وكذلك regarding construction, synchronous generator, synchronous motor, والcurves اللي هن يستعملن في تحديد الظروف التشغيلية للآلات المتزامنة أو synchronous machines. بعد خذينا single phase motor من ناحية الأناليسز، ومن ناحية الثيوري اللي هن يعتمدن على double revolving field theory. بعد خذينا السبيشال ماشينز اللي هنا السيرفو موتورز والسوبر موتورز. طبعا انا اتوقع ان في امتحان الكفاءه ان شاء الله لو بيجيبوا هيركزوا على الثلاث مواضيع هذين، مش ما في حد حيتطرق للمواضيع بتاعت السيرفو موتور والسوبر موتور، لان هذين هن الاهم، هذين اللي يفهم هذين يقدر يجاوب على هذين بشكل ايزي. يعني لو انك انت فعلا فاهم هذين حيكون هذين بالنسبه لك تحصيل حاصل، يعني حيكون الاجابه على السؤال بتاع السيرفو موتور والسوبر موتور حيكون حاجه بسيطه جدا يعني بالنسبه لك لو انك انت فعلا متمكن من الثلاث مواضيع هذين الأساسية. فنحن حيكون تركيزنا نظرا لأننا بنعطي محاضرة مختصرة، حيكون تركيزنا على الأشياء المهمة اللي هن around 90% من الكورس اللي هو على الاندكشن ماشين، synchronous machines و single phase motors. Let's stop share and share the slides. طبعا بغض النظر عن المحاضرة هذه، أي حد منكم يخطر عليه أي سؤال في الماشين، اي حد من الطلبه يخطر عليه اي سؤال في الماشين يسال لي، يبعث لي ايميل ان شاء الله حنجاوب عليه. بس يعني تخير الوقت المناسب، لانك انت امتحانك يوم 29 ان شاء الله، فتخير الوقت المناسب. ما تجيش مثلا يوم 29 تبعث لي سؤال ابعث لي قبلها، بحيث انك انت لما نفتح ايميلي نلقاه ونجاوبه. فبالتالي انت حضر في ذهنك اي سؤال بخصوص الالكتريك ماشين سواء 1 ولا 2، يو كان اسك مي باي ايميل، ان شاء الله حنجاوبك عليه باذن الله. طبعا بخصوص الكورس بتاعنا حيكون الريفيو ليكتشر كالتالي. طبعا هنعمل ليكتشر ثانيه ان شاء الله على الماشين 1، ولكن هذه مخصصه اللي هي الماشين 2، مراجعه عامه للماشين 2، ريفيو ليكتشر فور الكتريك ماشين 2. طبعا نحن خذينا اول شابتر اللي هو الاندكشن ماشين. طبعا بالنسبه للاندكشن ماشين تقدر انت تخدمها كاندكشن موتور او اندكشن جنريتور، ولكن الابلكيشن اللي يغلب عليها هو الاندكشن موتور، وبالذات الثري فيز اندكشن موتور. الثري فيز اندكشن موتور يشتغل بناء على نظريه الروتيتنج ماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي الدوار. طبعا احنا لو جينا قرينا الكلام خطر اللي هو كوتد من كتاب Principles of Electric Machines and Power Electronics بتاع سيل، لأن induction machines are the most widely used machines in industry. طبعا هن يستخدمن تطبيقات بتاعتهم في طواحين الاسمنت، طواحين النفط، طواحين اسف الفحم، اللي يستخدمن في الحفارات، يستخدمن في يعني الحاجات اللي يحتاج الى روتيشن ويحتاج الى tough task، يستخدم فيه الاندكشن موتور بشكل كبير، بشكل واسع جدا، لانه هو السبيد بتاعها يعني adaptable، تقدر انت ترفع وتنقص السبيد بشكل عادي جدا. لو ان الكيرف بتاعك فليكسبل، لو ارتفع التورك وفي مجال واجد انه يرتفع التورك لعند الريتد تورك ولعند الماكسيموم تورك، وفي نفس الوقت easy to maintenance for maintenance، يعني الصيانه بتاعها سهله والعمر الافتراضي بتاعها اطول. فبالتالي من ناحيه الاستخدامات الاندستري هو متفوق بشكل كبير جدا على السينكرونس موتور. ليش احنا محتاجين السينكرونس موتور؟ هنجاوب على السؤال هذا بعدين. ما دام ان جميع التطبيقات الاندستري في الموتورينج ابلكيشن يفضل استخدام الاندكشن موتور، لجواب السؤال هذا هيكون باذن الله بعد ما ناخذ
الجزئية متاع synchronous motor. Induction machines both paper and rotor windings carry alternating current. IM هو اختصار induction machines can be operated as motor or generator. However, it is seldom to be used as generator supplying power to a load. طبعا they can be single phase or three phase. هذا الكونستراكشن بتاعها عباره عن روتر وستيتور. هذا الدايجرام بتاعها. ستيتور ثري فيز وايندينج ممكن يكون دلتا ممكن يكون ستار، ولكن التطبيق الاغلب انه هو ستار مش دلتا. هتلاحظ معايا هنا ان الروتر يعني بينه وبين الستيتر عبارة عن فجوة هوائية فراغ. يعني لما يمر تيارات هنا في الكويل A A داش B B داش C C داش، تلاحظ أن الأكسس بتاع A displaced عن الأكسس بتاع B بزاوية 120 درجة، displaced عن الأكسس بتاع C بزاوية 240 درجة بالرفرنس هذا، وقد يستخدم الرفرنس هذا. الديسبليسمنت الميكانيكية هذه مع مرور سيارات displaced بزاوية 120 درجة كهربائيا هيعطينا في النهاية إيش؟ هيعطينا في النهاية rotating magnetic field. طبعاً الأنواع هو يصنف بناءً على الconstruction بتاع الروتر إلى slip ring اللي هو الwound type rotor والsquirrel cage. squirrel cage أكثر اقتصادية more يعني simple في الconstruction، فهو يستعمل بشكل أوسع، ولكن في التطبيقات اللي يحتاجها إلى إضافة external resistance ولا inversion يعني inverting the induction motor يفضل استخدام الwound rotor، لأنه هو ممكن تدخل external resistance هنا اللي هي ترفع من قيمة الماكسيموم تورك و يعني تكون مناسبة للstarting period حيث أنه ما يسحبش تيارات. هذا طبعا رسمة ثانية للsquirrel cage و الwound type rotor. طبعا هو الفضل يعود الى العالم العظيم هذا اللي هو نيكولا تسلا في اختراع الاندكشن موتر، اللي هو نيكولا تسلا اللي هو خلى الروتيتنج ماجنتيك فيلد يجي للواقع. اول من توقع وجود الروتيتنج ماجنتيك فيلد هو العالم فرانسوا اراغو، عالم فرنساوي، ولكن اللي خلى اللي عمل ماثيماتيكال موديل ودقيق وجاب الواقع خلاهم يشوفوا الروتيشن بتاع الروتيتنج فيلد فيزواليزيشن هذا هو نيكولا تسلا. أنا نيكولا تسلا يحاول يقنع في شركة ويستينغ هاوس بتبني تصنيع الاندكشن موتر. طبعا المعادلة هذه هي صلب الموضوع متاع الروتيتنج فيلد اللي هي معادلة السينكرونس سبيد حتى 120 F على في. المعادلة هذه تستعمل لحساب السينكرونس سبيد أو السرعة المتزامنة للروتيتنج فيلد. طبعا نظرية تشغيل الاندكشن موتر كالتالي: عند مرور تيارات من 3 phase supply التيارات لدينا مزاحة بزاوية 120 درجة كهربائيا فيما بينها ومتساوية في المقدار. التيارات لدينا يمرن في 3 ملفات، الملفات لدينا displaced بزاوية 120 درجة ميكانيكيا في الفراغ بتاع المشين زي ما شفنا نحن بدري. As a result حيطلع rotating magnetic field كل واحدة منها، كل phase من phases لدينا حيطلع pulsating flux الفيض النابض، ولكن محصلة الفيض النابض متاع A مع الفيض النابض متاع B مع الفيض النابض متاع C محصلة بتاعهم rotating magnetic field flux revolving flux مجال مغناطيسي دوار، فيض دوار، قوة دافعة مغناطيسية دوارة، rotating magnetic field rotating flux rotating MMF كلهم يخدم في نفس الكونسبت. طبعا مع خروج الروتيتنج ماجنتيك فيلد بالستيتور، ليش نحن بنطلع روتيتنج ماجنتيك فيلد اصلا؟ بدون ما يدور الستيتور يدور الروتيتنج فيلد، بدون ما يدور الستيتور حيبدا يدور الروتيتنج فيلد، حيبدا يقطع في ملفات الروتر. ملفات الروتر هذينا لو ان دائره الروتر حيحتف فيه جهد على حسب قانون فاراداي، لان مرات يقعد يشوف الروتيتنج فيلد مره ما يشوفش فيه، مره يشوف فيه مره ما يشوفش فيه، يقعد يقطع فيه حيشوفه الترنيتنج بالنسبه له وحيشوفه كونستانت بالنسبه للماجنتيود بتاعه، حيحتف جهد يعتمد على قيمة الروتيتنج ماجنتيك فيلد وعلى الفريكونسي اللي يدور به أو السرعة المتزامنة اللي يدور بها.
الروتر حيمر فيه تيار لو ان دائره الروتر كلوز، حيطلع روتيتنج ماجنتيك فيلد ثاني يتفاعل مع الروتيتنج ماجنتيك فيلد بتاع الستيتور، ويبدا يدور الموتر اكوردنجلي وينشا عزم من تفاعل الماجنتيك فيلد اللي طالع من الروتر والروتيتنج ماجنتيك فيلد اللي جاي من الستيتور. طبعا الروتر ما هوش باي ديفولت يعني انه يطلع منه روتيتنج فيلد، ولكن بمجرد ما يطلع منه ماجنتيك فيلد حيلتصق بالروتيتنج فيلد ويبدا يدورن مع بعضهم بالسينكرونس سبيد اللي هو كيف ما هو موضح في السنتنس هذه. The stator magnetic field can be visualized as dragging the rotor magnetic field، يعني هو الأساس طالع من الستيتور وبعدها خروج الماجنتيك خروج ماجنتيك فيلد بالروتر تحتيه الحاصل يجذب الروتيتنج فيلد ويبدا يدور على بعضهم بالسينكرونس سبيد. طبعا لان الروتر فري تو موف حر الحركه، صعب انه يدور الروتيتنج فيلد بتاعه او يدور الماجنتيك فيلد بتاعه تبعا للروتيتنج فيلد الاساسي ويبعد الروتر في مكانه. هيبدا الروتر يحاول اللحاق بالروتيتنج فيلد، هيبدا الروتر يحاول اللحاق بالروتيتنج فيلد، ولكن نظرا لان الروتر فيه له انرشيا وزن وعدم العطله او وزن ولان الروتر ولان الماجنتيك فيلد ما فيش له وزن، فبالتالي حيدور واحد سينكرون سبيد وواحد حيدور بسرعه اقل من سينكرون سبيد. علاوه على ذلك ضروري يكون في سلب او انزلاق او فرق في السرعه ما بين الروتر والروتيتنج فيلد على اساس تستمر قصه احتساس الجهد، على اساس تستمر قصه احتساس الجهد في الروتر، ولذلك هو سمي اندكشن روتر. هذا عباره عن لو اللي تابعها الطلبه حيلقاها انها هي فيري ايزي يعني. هذين التيارات بتاعت الستيتور خذ 3 بوينت T1 T2 T3 حتلقى ان المحصله بينهم يعني روتيتنج فيلد مره هنا روتيتنج مره هنا مره هنا مره هنا دليل على انه يدور هذا البوزيشن بتاعه مره هنا مره هنا دليل انه هو دوار والماجنتيود بتاعه كونستانت. عملنا الـ يعني الجرافيكال ريبريزنتيشن او الجرافيكال ميثود هذه في الكلاس لو متذكرينها، فبالتالي ممكن بس انت تنشط الذاكره بتاعك انك انت تعملها. ممكن تيك ديفرنت بوينتس هنا، ممكن تاخذ بوينت هنا وبوينت اخرى هنا، يعني خليك ما بين تي 1 و تي 2 حيطلع لك البوزيشن هذا وبعدها واحده اخرى هنا وبعدها تطبق هنا. اثبات وجود الروتيتنج فيلد سهل، طبعا هنا مستخدم قاعده اليد اليمنى اللي نحن استخدمناها مرارا في الكلاس. قاعده اليد اليمنى اللي هي عند مرور التيار هنا حط الأصابع بتاعتك في مثلا أنا عند النقطة T1 كان الـ IB موجب فيدخل من الـ B ويخرج من الـ B داش، فهتلقى أن اتجاه الـ B اتجاه الإبهام بتاعك لو أنك تدخلت يدك اليمنى من هنا طلعت من هنا هتلقى أن اتجاه الإبهام بتاعك هيكون هنا، وكذلك C و A طبعا A هنا صفر مثلا على شكل مش حاط عليها اي كروس ولا دوت، فبالتالي هنا حيكون المحصله متاعها روتيتنج فيلد في هذا الاتجاه، هنا روتيتنج فيلد في هذا الاتجاه وهكذا. هذا التورك سبيد كاركترستيك. اي حد يسالك يقول لك احكي لي على التورك سبيد كاركترستيك، اشرح لي عليه، كيف تحكي عليه؟ تقول انت مثلا على سبيل المثال لو ان شغلنا الموتر في حاله النو لود سويتشنج اون حينشأ starting torque نظرا لوجود الروتيتنج فيلد من الروتر والستيتر، حينشأ starting torque ويبدأ يتسارع الموتر لأن الموتر يسحب تيار عالي في البداية، ولأن التيار يتناسب مع العزم حيرتفع العزم شوية لعند مر مرحلة starting وبعدها يبدأ يهبط لعند يوصل عند قيمة النو لود تورك مثلا عند النقطة هذه. تبدأ تحمل في الموتر تبدأ النقطة هذه تصعد صعودا الى الاعلى عما يصل عند الماكسيمم تورك، هذه منطقه تشغيليه بتاعك، هذه الستيدي ستيت اوبريشن، هذه مرحله الترانزينت بس هذه مرحله الستارتنج انستابيلتي او الترانزينت، ولكن هذه مرحله اللي هي ستيدي ستيت اوبريشن. بالنسبه لي لو قلنا نحكوا على اندكشن جنريتور حيكون ايش؟ الكيرف المرايه بتاعها هنا حيكون السليب من صفر الى ناقص واحد، السليب حيكون من صفر الى واحد في حاله موتر، وحيكون من صفر الى من ناقص واحد الى صفر في حاله جنريتور. السليب اللي هو فرق ما بين سرعة NS ناقص N على NS اللي هي فرق في الريلاتيف سبيد ما بين
السينكرون سبيد والموتر سبيد على السينكرون سبيد. هذا البلاجينج مود لما تعكس انت اتجاه دوران الموتر بشكل مفاجئ هيبدا ينتقل الى المود هذا لان انعكس اتجاه الروتيتنج فيلد بشكل لحظي، ولكن الموتر ما زال دوار في نفس الاتجاه السابق، ولكن حيصير له بريكنج ويبدا يوصل عند الصفر وبعدها تبدا ايش سرعه تتسارع في الجهه الثانيه، فهو ضروري يمر بمرحله الصفر بعدها يبدا يعني يدور في الاتجاه الثاني. هذا الكوفلنت سيركت ايضا هي ريكومندد كوفلنت سيركت للاندكشن موتر. في عندك انت نو لود تيست، وعندك انت بلوك روتر تيست، وعندك انت دي سي تيست. هذين الثلاثه الاختبارات يتم يعني تطبيقا لايجاد كوفلنت سيركت باراميتر لنا ار1 اكس1 xm x2 داش وr2 داش على الاس. النولو تيست هذا الماشين رن ات نو ميكانيكال لود ات ريتد فولتج اند فريكوينسي، وتبدا طاقه القراءات بتاعتك. لوك روتر تيست هذا مناظر للشورت سيركت تيست الترانسفورمر. The machine rotor is prevented from rotating, i.e. locked, and the motor is elevated gradually until the rate current is drawn. It is recommended to be done at low frequency. يفضل انك تتعامل عند low frequency على اساس الكومباتيبلتي، يعني for physical convenience، يعني الروتر قاعد ثابت ما هوش بتحرك، فبالتالي at low frequency حيطلع لك more accurate results. فبالنسبه للو لود تيست الغرض منه انك تجيب البارامتر up to x1 و xm، والبلوك روتر تيست انك تجيب اللي هن هذين اللي هن x2 داش والr2 داش. الدي سي تيست لغرض انك تجيب الr1. طبعا بالنسبه للبرفورمانس بتاعات الاندكشن موتر، في عندك انا حطيت انا بعض المعادلات، مش كلهن، بعض المعادلات ممكن انك تتراجعها، بس يعني مراجعه سريعه جت كويك لوك اون ذم على اساس انك انت تعرف توحشاتك فاست، يعني سمبل كالكوليشن. مثلا بالنسبه للموتر انبوت باور حتكون كهربائيه 3 في 1 اي 1 كوساين ثيتا 1، بعد حتحسب الاير جاب باور. الاير جاب باور بامكانك انك انت تحسبها عن طريق التي ميكانيكال مضروب في الاوميجا اف، او تقدر تحسبها عن طريق الانبوت باور ناقص الستيتور كفر لوسز. لو متذكر عندك انا الاير جاب باور لو ضربتها في 1 ناقص الاس حتحصل على ايش؟ هتحصل على developed mechanical power. هتحصل على developed mechanical power اللي هي المعادلة هذه، لو ضربت واحد ناقص في air gap power هتحصل على developed mechanical power. البي out هتساوي دي mechanical أو developed mechanical power DMP هذه ناقص البي rotational، وبعدها efficiency بي out على DMP. علينا extensive examples علينا في lecture notes بتاعك، يريد تراجعها تمر عليها. طبعا هنا زي ما قلت لك انت لو حليت سؤال او حليت مساله هناخذ مني ممكن حوالي من ثلث ساعه الى نص ساعه. اي بليف ان احنا ننتقل الى مواضيع اكثر اهميه بحيث ان نغطوا تكون ريفيو ليكتشر، بحيث انك تتعرف على ايش تركز بالضبط. يعني المحاضره هذه تنشط لك الذاكره بتاعك، وفي نفس الوقت توريك بعض النقاط الموست سيليانت بوينت في الكورس، وفي نفس الوقت تعمل لك موتيفيشن على شنو الحاجات اللي انت ترجعها بالضبط. فضروري يكون في independent work انك انت بروحك تذاكر تقدر تفتح. لو دخلنا على synchronous machines، synchronous machines can be operated as synchronous motor or synchronous generator. synchronous machines تم تسميتهم بالالات المتزامنه لان سرعه الروتر تدور بنفس سرعه الروتيتنج فيلد اللي طالع من الستيبر، بعكس الاندكشن موتر. الاندكشن موتر يقولوا له asynchronous يعني not synchronous. asynchronous يعني not synchronous motor. فبالتالي هذا synchronous motor او synchronous generator دليل ان الروتر انديكيشن على ان الروتر يدور بنفس سرعه الروتيتنج ماجنتيك فيلد. طبعا الميزه فيه السنكرونس موتر ان الافشنسي بتاعها اعلى، وعلى وطن على ان على ذلك نحن نقدر نشغلوه عند لاجينج باور فاكتور ولا ليدنج باور فاكتور از ريكوايرد. عند لاجينج باور فاكتور ولا ليدنج باور فاكتور از ريكوايرد. هذينا المزايا هذينا ممكن يعني نستخدموهم في تحسين الباور فاكتور. لو قلنا نحن شغلنا الموتر في حاله النو لود وشغلناه ات ليدنج باور فاكتور ولا اوفر اكسايتد، ممكن انه يبي ضخ في رياكتيف باور للنتورك ويعطينا كميه ضخمه من الرياكتيف باور تحقن بها الباور سيستم، بحيث انه يتحسن الفولتج بروفايل بتاعه ويتم تقليل اللص عن طريق اللي هو السينكرونس كاباستر يقولوا له او سينكرونس موتر. Synchronous machines as their name implies rotate at synchronous speed, i.e. the rotor rotates at the same speed of the rotating magnetic field.
كيف نحن نعملوا يعني تطابق ما بين سرعة الروتر وسرعة الروتيتنج فيلد، على الرغم من أن الروتر فيه له إنرشيا ولكن الروتيتنج فيلد ما فيش له إنرشيا، فبالتالي هذه كيف؟ التيار اللي كيف الاندكشن موتر كنا نوفره فيه للاندكشن موتر عن طريق الحث، عن طريق مبدأ الاندكشن أو الحث، ولكن في سينكرونس موتر يتم توفير الروتر كرنت عن طريق دي سي باتري أو دي سي سورس mounted on the same router shaft، يعني mounted on the same router winding، يعني حيكون في الروتر winding سبينا نهايتها مش closed ولا مشبوكات مع بعض، لا مشبوكات مع دي سي سورس. دي سي سورس هذا مرات يكون separately excited دي سي generator mounted على نفس الشاط بتاع، على نفس الاسف على نفس الوايندنج بتاعات الروتر، على نفس البادي بتاع الروتر. الحالة هذه من لما يتوفر دي سي كرنت للروتر ويتوفر معايا روتيتنج فيلد بالستيتور، الروتر حيطلع دي سي فلكس او حيطلع كونستانت فلكس. الكونستانت فلكس هذا هيحصل له قفل مغناطيسي ما بينه وبين الروتيتنج فيلد اللي طالع من الستيتور، ويبدأ يدور مع بعضهم بالسينكرون سبيد. القفل المغناطيسي هذا تم توفيره عن طريق الدي سي بتاع اللي موجود في الروتر، الدي سي اللي موجود في الروتر او الدي سي سورس اللي موجود في الروتر اعطانا دي سي كارنت اللي هو اعطانا كونستانت فلكس. الكونستانت فلكس هذا بعد مشبوك مع ماجنتيكالي كابلت، ماجنتيكالي لوك، قفل مغناطيسي مشبوك مغناطيسيا مع الروتيتنج فيلد. من لما يدور الروتيتنج فيلد هذا صعب انه يدور ويترك الروتر، حياخذ الروتر معاه وحياخذ معاه بالسينكرون سبيد. هذه بس نظريه تشغيل السينكرونس موتور. لو جينا قرينا عليها انا قال لك انا from the theory of operation of induction motor it is well known that the current must flow in the rotor to create the machine force. However, this rotor is established in induction machine by induction principle. In synchronous motor, when the rotor stator when its stator is connected to three phase supply, there is no induction as the speed of the rotor should be the same as the rotating field. مش هيكون في slip، مش هيكون في induction. And therefore, no induced voltage and current. How the current is then established in the rotor of synchronous motor? نفس اللي حكينا عليهم بدري. The current is provided to the rotor of by DC source mounted on the same rotor periphery and connected to the rotor winding. The rotor will exhibit a fixed flux that looks with the rotating field. القفل المغناطيسي، يحدث القفل المغناطيسي ما بين rotating field والروتر flux. And by then, they rotate together. They rotate. هذه ممكن خطأ في الطباعة. They rotate together at with the synchronous speed. However, it is not physically acceptable that the synchronous motor will reach the synchronous speed instantaneously. طبعاً أنت ما توقعش إنك أنت من لما تبدأ تعمل switching on للموتر يبدأ يوصل بشكل لحظي سرعته من 0 إلى 1800 RPM أو 3600 RPM بشكل لحظي. هذا مستحيل، لأن أي حاجة تبدأ تتسارع من السكون. فبالتالي نحن على شكل الموتر حيكون مهوش سيلف ستارتنج، نوت سيلف ستارتنج، عملية الستارتنج ما تحدثش بشكل اوتوماتيكلي انك مجرد تعمل سويتشنج اون على 60 هرتز سبلاي او 60 هرتز فريكونسي يبدا يدور بسرعه سينكرونس سبيد بشكل مباشر. على شكل انت تحتاج الى ستارتنج ميثود بحيث انك انت تبدا في تسريع الموتر لان ما توصل عند سينكرونس سبيد وبعدها تسريع. طريقه التسريع متاعه طبعا قبل ما نبدا في طرق التسريع متاعته على فرضا نحن ان نحن حاولنا نشغله السينكرونس موتر هذا عن طريق يعني اللي تشوفه في قدامك هذا عملنا سويتشنج اون ذا سبلاي وفي نفس الوقت عملنا سويتشنج اون ذا الروتر. الحاله هذه الروتيتنج فيلد حيدور بشكل لحظي، حيطلع الروتيتنج فيلد يدور بسرعه 3600 RPM لو نحكي على 2 بول سبلاي و60 هرتز فريكونسي حيدور بشكل لحظي بسرعه 3600 RPM، ولكن الروتر مش هيلحق لان الروتر عندك انا افضل في نصف الدوره الاولى من الروتيتنج فيلد حيكون هذا ان اس، في نصف الدوره الثانيه من الروتيتنج فيلد حيكون هذا اس ان، يعني عباره عن ايش؟ نصف دوره ميكانيكيه فقط، حتكون في سرعة رهيبة جدا، حتكون أقل من الزمن الدوري متاع الكرنت سيجنال. فبالتالي في الحالة هذه الستيتور بول تشوف فيهم alternating نظرا لإيش؟ مش alternating هنا rotating نظرا للروتيتنج فيلد، ولكن الفيكسد بولز بتاعت أسف الفيكسد بولز بتاعت الستيتور حيظلها ثابتة. ففي نصف الدورة الأولى حيكون في قوة تجاذب ما بين الـ N والـ S هذه،
وفي نصف الدورة الثانية حيكون في تنافر ما بين الاس والان هذه because of magnetic repulsion and يعني attraction because of magnetic attraction and repulsion. فبالتالي الحالة هذه حتكون في قوة تنافر وتجاذب تحدث عند زمن دوري كامل. فبالتالي نظرة لقوة التجاذب والتنافر اللي تحدث عند زمن دوري كامل حيكون الموتر vibrating not rotating. لو انك انت حاولت انك انت تعمل switching on للموتر في نفس الوقت اللي انت عملت فيه يعني في نفس الوقت اللي انت عملت فيه يعني switching on للدي سي تعرض. ولذلك كيف نحن نعمل ستارتنج بحيث ان نوصل الروتر ونعالج المشكله هذه ونوصل الروتر عند سينكرون سبيد. في عندنا احنا فاريبل فريكوانسي سبلاي وفي نحن ستارتنج اذان اندكشن موتر. بالنسبه للطريقه الاولى فاريبل فريكوانسي سبلاي ان نحن نبدا ندوره نبدا نشغل الموتر بالسبلاي الفولتج والفريكوانسي عند فريكوانسي عند فيري لو فريكوانسي نبدا مثلا ب 3 هرتز بعد نزيدوه 6 هرتز بعد 9 هرتز بحيث ان نسمح للروتر انه يبدا يلحق في الستيتور. تمام ما تدخلش 60 هرتز دغري تبيلك انت فاريبل فريكوانسي سبلاي بحيث انك تدخل الفريكوانسي بشكل تدريجي بشكل تدريجي تبدا من الصفر وتبدا ترفع فيه بشويه بشويه الروتيتنج فيك حيبدا يدور بسرعه 3 هرتز بعدها 6 هرتز بعدها 9 هرتز وهكذا. لعند ما انت طبعا في الحاله هذه حيتمكن الروتر من انه هو يلحق الستيتر ومش حتحدث قوه التنافر اللي حكينا عليها بدري عند كل زمن دوري لانك انت الزمن الدوري بدا يقل في الحاله هذه. فبالتالي انت تقدر في الحاله هذه يتمكن الروتر انه يلحق الستيتر وتبدا ترفع الروتر فريكونسي بشويه بشويه مع الجهد بحيث انك انت توصل لعند الريتد فولتج ريتد فريكونسي حيكون الروتر ديفينتلي سينكرونايز مع الروتيتنج فيل. الطريقه الثانيه ستارتنج اذان اندكشن موتر يتم شكل الشافت بتاع السينكرونس موتر مع الشافت بتاع الاندكشن موتر يتم تدوير الاندكشن موتر او اسف يتم تدوير السينكرونس موتر على اساس انه اندكشن موتر في البدايه لعند يوصل لعند سرعه قريبه جدا من سرعه السينكرونس سبيد بعدها يدخلوا الدي سي ما يدخلوش الدي سي بشكل مباشر يشغلوه على اساس انه اندكشن موتر عادي جدا مشبوك مع اندكشن موتر ويبدا يدوروا فيه من يوصل لعند سرعه معينه تدخل انت الدي سي. طبعا تم عن طريق حاجتين يا اما يشبكوا الشافت بتاع السينكرونس موتر مع اندكشن موتر ويجبروه على الدوران على اساس انه اندكشن موتر والله بدون اندكشن موتر ياخذ سينكرونس موتر ويعملوا شورت على سبلاي دي سي سبلاي بتاعه حيكون كانه اندكشن موتر باي ديفولت حيكون الوايندنج كلوزد ويحتف فيه جهد ويمر فيه تيار ويشتغل كانه اندكشن موتر عادي. بعدها من لما يوصل عند سرعه قريبه جدا من السينكرونس سبيد حول الشورت اللي حوالين الدي سي وحيكون بعدها سينكرونايز حتوصل عند سرعه السينكرونس سبيد. يعني في البدايه حيكون شغال في النولود على اساس انه عندك موتر تشغل على اساس انه عندك موتر وتوصل لعند ممكن مثلا لو ان سرعه السينكرونس سبيد 3600 ار بي ام حتكون سرعه الموتر مثلا 3200 مثلا ار بي ام خلاص دخل الدي سي وذات يعني او حتى ممكن اكبر منها بشويه مش حتوصل عند يعني تقدر تقول 3400 او 3500 ار بي ام اكثر حتكون ممكن 3550 ار بي ام لان الفلب شويه في حاله النولود. فبالتالي بعدها دخل حانه وين يدخل الدي سي بتاعه وحيكون الدي سي حيعمل القفل المغناطيسي اللازم ما بين الستيتر والروتر. قلنا نحن ان السينكرونس موتر الافشنسي بتاعه اعلى من الافشنسي بتاع الاندكشن موتر. ليش؟ لان السينكرونس موتر اول حاجه يدور عند السينكرونس سبيد اعلى، سبيد اعلى معناها باور اعلى في الاوتبوت. هذه حاجه، الحاجه الثانيه الروتر تيار بتاع دي سي ما فيش هايستيرسيس ما فيش اي دي كرنت لا يوجد لا هايستيرسيس ولا اي دي كرنت لوسز في الروتر. فبالتالي هذين سببين رئيسيات يجعل السينكرونس موتر بصفه عامه بصفه عامه الافشنسي بتاعه اعلى من الاندكشن موتر. ولكن مش معنى هذا الشيء ان كل السينكرونس موتر اللي موجوده الافشنسي بتاعها اعلى من كل الاندكشن موترز الموجوده. قد تلقى بعض الحالات مثلا الموتر الاندكشن موتر يشتغل في ظروف جيده في ظروف تهوئه في ظروف فنتيليشن وظروف مثلا كنترول اوف ذا سبيد ظروف قويه يعني منظومه تحكم صارمه للسبيد بتاع الاندكشن موتر ومع وجود نظام تهوئه او تبريد للاندكشن موتر قد يتفوق في الحاله هذه على السينكرونس موتر لان السينكرونس موتر انت ما خسرتش بس باور على على الـ على الـ
السيفر وإنما خسرت باور على السيفر وعلى الروتر. ولكن جنرالي بصفة عامة هذه حالة بس شاذة، حكيت لك على إندكشن موتر ظروفه أقوى، يعني منظومة التحكم قوية فيه، التحكم في السبيد وتثبت فيه عند at high speed، وفي نفس الوقت يعني مثلا في نظام تبريد له أحسن، فبالتالي في الحالة هذه قد تتجاوز الكفاءة بتاع كفاءة سينكرونس موتر. ولكن بصفة عامة جنرالي لو أي حد يسألك two motors with the same ratings synchronous motor أعلى ولا الاندكش موتر؟ لا، synchronous motor بشكل أكيد أعلى الافشنسي بتاع الاندكش موتر نظرا للسببين اللي حكيت لكم، يشتغل عند synchronous speed، لا يوجد إيدي current losses ولا hysteresis losses في الروتر، يبقى synchronous motor الافشنسي بتاعه أعلى من الاندكشن موتر، synchronous motor الافشنسي بتاعه أعلى من الاندكشن موتر. هذه طريقة الـ variable frequency supply اللي حكيت لك عليها توا للستارتنج، وهذه طريقة الستارتنج أذان إندكشن موتر، نفس الكلام اللي حكيناها بدري اللي شرحناها بدري موجودة. طبعا هنا الكوفرنت سيركت موديل، الكوفرنت سيركت موديل نهتم بس بالستيتر لأن الروتر عبارة عن دي سي التيار المرفي، وأنا ممكن نأخذ الكوفرنت منه عبارة عن فيض فاي اف، الفيض هذا يتناسب طرديا مع الباك اي ام اف بتاع الموتر، هذا اتجاه الموتر ياخذ في تيار، وهنا اتجاه الجنريتور، هنا الاثنين نفس الـ يعني نفس الكوفرنت سيركت، ولكن الاختلاف فقط في اتجاه التيار. طبعا بالنسبه للسينكرونوس رياكتانس بتاع الموتر، بالنسبه للسينكرونوس رياكتانس بتاع الموتر، سينكرونوس رياكتانس اوف ذا موتر يعني يتم ايجادها، او الحاجه السينكرونوس رياكتانس بتاع الموتر يعني تنقسم الى قسمين، واحده ناتجه من ليكج فلكس، تمام، ناتجه من ليكج فلكس باي اي ال، وحده ناتجه من الارميتشر رياكشن. ناتجه من الارميتشر رياكشن، الارميتشر رياكشن هي ايش؟ هي يعني تاثير الفيض اللي طالع من الارميتشر على المين فلكس اللي طالع من الروتر. تاثير هذا قد يكون تاثير ايجابي ولا سلبي على حسب الباور فاكتور بتاع الموتر. بصفه عامه في حاله عدم وجود تيار في الارميتشر، الفيض هذا يخترق الارميتشر ويطلع من الجهه الثانيه بدون اي مشاكل، ولكن مع وجود تيار مار في الستيتر وايندينغز ولا الارميتشر، فبالتالي في الحاله هذه حيطلع الارميتشر ماجنتيك فيلد ثاني يضعف ويحرف المين فلكس. هذا حاجتين يدير له، يضعف ويحرف، حاجتين يعمل له، يضعف ويحرف، فبالتالي مش حيحتف الجهد اللي كنا نحن نتامله انه هو يحتف في حاله تيار عدم مع عدم مرور التيار. هذا حيعبروا عنه بفولتج دروب اللي هو EAR تشوفوا فيه هنا، ويتم يعني يتم اختزاله كرياكتنس مضافه الى المين رياكتنس اللي هي ناتجه من ليكش فلكس ولا من السلف فلكس، تمام. هذه الاكس اللي ناتجه من الارمشر رياكشن، وهذه الاكس اللي ناتجه من ليكش فلكس مع وجود الارمشر ريزيستنس، فبالتالي في الحاله هذه هذين هن اللي يستعملن لايجاد يستعمل في التعبير عن البيهيفير بتاع الموتر، تمام. في اتنشن لاتجاه الروتر، انا عامل له اتجاه التيار، اسف انا عامله هنا بالاحمر، ف يا ريت يعني تراجع الموضوع هذا بشكل مستفيض اكثر، حاول انك انت ممكن تحل اكزامبل بسيط عليه، يعني لان زي ما قلت لك انت لو حليت انا اكزامبل ولو يعني بديت مش حنحصل وقت لبقيه المواضيع، علاوه على اللي هو multiple choice questions اللي حاطه في النهايه. طبعا زي ما قلنا نحن اوفر اول انا حيكون في synchronous impedance اللي هي هذه RA زي GXS، والXS اللي هي combined ما بين الX اللي ناجي من armature reaction والإكس اللي ناجة من ليكش فلكس. طبعا قبل ما ننتقل لسنجل فيز موترز، هنا بالنسبة للبرامترز هذينا يتم إيجادها عن طريق السليب تيست، حطيتها في محاضرة، وفي برضو في له يعني لينك موجود على يعني أي حد منكم يسألني عليه ممكن أعطي له، موجود على قناتي على اليوتيوب. أنا زي ما قلت لكم أنتم بس بخصوص
بأتنشي باتجاه التيار هذين، لأن الفاندمنتالز هذين يركزوا عليهم واجب. ففي حالة إن موتر takes the motor consumes the motor draws، فهذا بيكشن على إن اتجاه التيار داخل، وهذا اللي موجود في الكتاب، هذا النتيجة موجودة في الكتاب، هذا synchronous generator. طبعا هو كتب الكتاب أنا قبل نسألته synchronous machine وعمل اتجاه التيار بشكل هذا، هو خطأ، المفروض يعطي اتجاهين للتيار بحيث إن يوري إن هذا generalized purpose machine can be operated as motor or generator. It's not enough to say that it is synchronous machine without indicating the direction of the current for motoring mode. Anyway, أنا حطيته ومكتوب عليه IA for synchronous motor. طبعا في سؤال ثاني واحد آخر مهم بالنسبة لي synchronous machines بصفة عامة، عكسنا الأرميتشر هو الستيتر والفيلد سيركت هي الروتر، غير الدي سي ماشينز اللي واخذينها في ماشين 1، الأرميتشر هو الروتر والستيتر هو الفيلد. ليش العكس هذه؟ العكس هذه نظرا للديزاين لأسباب تصميمية، لأنك أنت عارف الأرميتشر وايندينجز هن العضو المنتج للطاقة أو الآخذ للطاقة الكهربائية، ولأن السينكرونس ماشينز يستعمل فور هاي باور أبليكيشن، فحيكون الوايندينجز الكروس سكشنال اريا بتاعهم أكبر وحيكون الأثقل في الحمل لو أنك أنت حطيته على الروتر. فيفضل أنك أنت تعكس في الحالة السينكرونس موتر سينكرونس جنريتر، أنك تعكس أنك تخلي الأرميتشر هو الستيتور والروتر هو الفيلد. هو أصلاً شن حيضرك لو أنك تعكست بالعين؟ شن اللي يمنع لو أن نحن دورنا الروتر وخذينا الإلكتريسيتي بالستيتور، ولا عضينا إلكتريسيتي بالستيتور وخلينا الروتر يدور، أو العكس دخلنا على الروتر سبلاي دي سي وخذينا الإلكتريسيتي وخذينا ودخلنا دي سي على الستيتور بحيث أنه يبدأ يدور، أو مثلاً دخلنا دي سي على الستيتور وخذينا الالكتريسيتي بالروتر عن طريق البرشز، ما فيش مشكله. يعني ما يعني هو عباره عن جزء ثابت وجزء دوار واحتكاك للجهد او تفاعلات لمجالات مغناطيسيه ينتج عنها العزم ويبدا يدور لو انك تحط على موتر وتفتت. فعكست الارمتشر والفيلد، الارمتشر حطيناه على الستيتر لان because of the severe or larger windings due to their cross-sectional areas, because the synchronous machines are used for high power application, so it is preferred to maintain or it's preferred to for the armature to be carried by the stator and the field circuit to be carried by the rotor. Single phase motors. بالنسبة للsingle phase motors، السingle phase motors يتم تصنيفهم إلى ثلاث أقسام: single phase induction motors، single phase synchronous motors، و single phase series motors اللي هو universal motor. single phase induction motors، طبعا single phase induction motors يستعملان في تطبيقات كثيرة، تطبيقات منزلية كثيرة، منها الهير دراير اللي هو الاستشوار والبمب المضخات اللي في البيت، وهذين يستعملونهم عادة single phase motor لأن عندك single phase supply في البيت. السينكرونس موتر يستعمل في constant speed application مثلا rotating tables في المطاعم هذين، وكذلك يعني الكلوكس هذين يستعملونهم عادة synchronous single phase synchronous motor. طبعا انت تقول لو ان نحكو على single phase motor مدام ان supply single phase، كيف حيطلع rotating field؟ كيف حيطلع روتيتنج فيلد؟ نحن حكينا بدري ان الروتيتنج فيلد يطلع من لما يكون ثري فيز وديسبليس بزاويه 120 درجه كهربائيه وديسبليس يعني يمر في وايندينج، في الوايندينج هذين ديسبليس بزاويه 120 درجه ميكانيكيه، ولكن هذا كله كيف بنعملوه نحن في سنجل فيلد سبلاي وسنجل وايندينج. فبالتالي هو هذا سبب رئيسي ان السنجل فيلد موتور از نوت سيلف ستارتنج، السنجل فيلد موتور ار نوت سيلف ستارتنج، سنجل فيلد موتور ار نوت سيلف ستارتنج، ما تقدرش تعمل الستارتنج بشكل اوتوماتيكي، ضروري تحط له اوكسيلري وايندينج. يشتغل السنجل فيلد موتور تبعا لنظريه الروتيت دبل ريفولفينج فيلد ثيوري، ان البولسيتنج فلكس هذا ممكن انك تحلله الى تو كومبوننتس، واحده روتيتنج فورورد وواحده روتيتنج باكورد، و
الباكورد والفورورد كومبوننت هذينا يكنسلن بعضهم ات ستارتنج، وبالتالي مش حيكون في اي عزم يدور الموتور. يتم يعني معالجه المشكله هذه عن طريق اوكسيلري وايندينجز، يتم تركيبها على التوازي امبرلل مع المين ستيتر وايندينجز، فبالتالي حيتفرع التيار، حيكون عندك تو فيز موتور سبلاي باي سنجل فيز سبلاي. تفرع التيارات هذين حيطلع حينتج عنها تو بالسيتنج فلكسز، من لما يتفاعلن مع بعضهم حينتج الروتيتنج فيلد، ولكن الروتيتنج فيلد هذا مش بنفس قوه الروتيتنج فيلد اللي طالع من سيركت سبلاي، حيكون مش حيسلم من الفايبريشنز ومش حيسلم من الباكورد كومبوننت، ولكن حيطلع روتيتنج فيلد كافي انه يدور الموتور. طبعا هنا بالنسبه للسنجل فيلد موتورز اندكشن موتورز ممكن انك تصنفهم الى سبليت فيلد، كباستر ستارت، كباستر رن، كباستر ستارت، كباستر رن. وجود الكباستر في الاوكسيلري وايندنج هنا لتحسين البور فاكتور ولزيادة العزم كيف ما نحن هنشوف إن شاء الله. هذه الدبل ريفولفينج فيلد ثيوري اللي حكيت لكم عليها. The operation of single phase motor is explained by double revolving field theory. By double revolving field theory. First, consider the rotor as the outlet and the stator windings are connected to single phase AC supply. The pulsating stator flux induces a current in the rotor by transformer action, which is in turn produces another pulsating flux. These fluxes tend to both each other. As angle between these fluxes is zero, no starting current or no starting torque will be developed. هذا بالنسبة theoretically speaking. وبالنسبة لي يعني التحليل بتاعها mathematically، لو أنك أنت عندك بس pulsating flux بالشكل هذا أو pulsating MMF N I cosine theta، والI هذه عبارة عن instantaneous current، N I هذه ممكنك أنك تتحللها إلى I أو B I maximum cosine omega t، فبالتالي حتكون function في space أو function في position أو function في time. ممكن أنك هذه تحللها إلى backward و forward component، أسف الثانية هي backward، هذه backward و forward component يكنسلن بعضهم at starting، ومش حيطلع معايا اي ستارتنج تورك، مش هيطلع عندي اي ستارتنج تورك. وير اف اف ريبريزنت روتيتنج ام ام اف ان ذا دايركشن اوف ثيتا، اند اف بي ريبريزنت ذا روتيتنج ام ام اف ان ذا اوبوزيت دايركشن. بوث اوف ذيس روتيتنج ام ام اف برودوس اندكشن موتور تورك، although in opposite directions these components torques and resultant torque are shown in figure 7.4. لاحظ معايا ان الستارتنج تورك صفر، فبالتالي هنا يتم استعمال اللي هن الطرق بتاعت split phase، كباستر ستارت، كباستر رن، كباستر ستارت، كباستر رن. هذه هي الكوفلنت سيركت بتاعنا، وهذا التحليل بتاع هذا الفورورد سليب وهنا الباكورد سليب. الفورورد سليب هو الاس نفس الفورورد سليب اللي موجود في الاندكشن موتور العادي، والباكورد سليب حيساوي 2 ناقص اس. هذه الكوفلنت سيركت بتاع حيتم يعني فصل الروتر في الحاله هذه الى 2 كومبوننت نتيجه لوجود الباكورد كومبوننت في الروتيتنج فيلد. ولكن هنا زي ما قلت لكم انتم يعني مع عدم وجود اوكسيلري وايندنجز، لو في اوكسيلري وايند حيتم تركيب ان باراليل مع الروتر بشكل هذا. طبعا زي ما قلت لكم انتم ان انا يعني نقول لك ان بهذا هو كل شيء بخصوص السنجل فيز موتور. اتمنى انك انت تاخذ وقت و يعني تحاول انك تحل مسائل حول الموضوع هذا، مش تحل مسائل يعني تراجع بس مراجع البرفورمانس بتاعتها واللي هن الطرق بتاعتها، او مثلا يعني الانواع بتاعتها وكل واحد مش يميز عن الثاني. طبعا هذا لو جينا حكينا عليهم باختصار هنا قبل ما ننتقل للمالتيبل تشويس اكزام. أنا مثلاً لو حكينا على الكباستر ستارت أو سبليت فيز، هذا أول واحد عبارة عن الويندينجز امبارلل مع الويندينجز هذين يعملن سبليتنج للفيز بتاع التيار، ويمر التيارين يطلع الروتيتنج فيلد بيدور الموتر. النوعية هذه هي أرخص نوعية من ناحية الإيكونومي، ولكن فيها مشاكل من الباكورد كومبوننت تسبب لي في فايبريشن وهكي، وعلاوة على أن الستارتنج تورك بتاعها قليل. الكباستر ستارت
يرقي الستارتنج تورك لانه يرفع من الفيس شيفت ما بين التيارات الموجوده في المين والاوكسيلري وايند. طبعا الكاباستر يعني مش هيطلع ماجنتيك فيلد، الكتريك فيلد يطلع فيه، ولكن يعني الكاباستر يساهم في رفع الفيس شيفت ما بين التيارات هذين ويرفع الستارتنج تورك. بيجي يطلعوا جماعه ثانيين قالوا ليش ما خلوش الكاباستر هذا دائما موجود، ليش ما خلوش الكاباستر هذا دائم على الدوام موجود واللي هو الكاباستر رن، ولكن مع مواصفات مختلفه عن الكاباستر ستار، منها يحسن البور فاكتور ومنها يرفع الفيس شيفت ما بين التيارات هذه، اللي هو تم تسميته كاباستر رن سنجل فيز موتور، في عشان نجمع ما بين خاصيتين هاي ستارتنج تورك وهاي افشنسي. كاباستر ستار كاباستر رن موتور هاز بين ديفلوب. وبعدين في شيد بول موتور، شيد بول موتور هو عباره عن المحرك القطب المظلل، القطب المظلل اللي هو عباره عن حلقه نحاسيه على سن ثانيه موجوده على نفس البول بتاع الستيتر، تساهم في انها تكون كانها اوكسيلري وايندنج، يعني يحتك فيها فلكس حتى هو يعني متاخر عن الفلكس اللي طالع من الستيتر اصلا ويبدا يدور الموتور. في عندنا نوعين من السينكرونس موتورز اللي هن الهايستريسيس تايب والريلاكتنس تايب. الريلاكتنس تايب نتيجه للسيلينسي الموجوده في الروتر يدور بالسينكرونس سبيد، والهايستريسيس تايب نتيجه للهاي ريستنتيفيتي اور هاي فلكس دنسيتي موجوده في الروتر، اللي هي تعمل على جعل الروتر وكانه او جعل الموتر وكانه بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور. اليونيفرسال موتور هو سنجل فيز دي سي موتور فيري سمبل، ممكن تركب له دي سي والله اي سي سبلاي ويدور، لان العزم يتناسب ضبطيا مع مربع التيار مش التيار. فلو ركب سبلاي اي سي ولا دي سي حيكون التورك في الحالتين بوزيتيف ويدور الموتر بدون اي مشاكل. طبعا لو جينا هنا حنبدا نعرف في بعض الأسئلة ونحلهم قدامكم. تول الأسئلة هذين سامبل كويستشنز بس، مش ما لهمش علاقة بالإكزام الفعلي بتاعكم، لين عبارة عن سامبل كويستشنز بس، مش تعرف أنت يعني مش تعرف أنت تاخذ يعني تاخذ يعني إنديكيشن على كيفية الأسئلة في الفاندمنتالز في المجال هذا، وحنحلهم قدامك. تول لو مثلا حكينا قال لك أنا إندكشن موتر أولويز دروس لاغينج باور فاكتور بيكوز، ليش الموتر يسحب دائما في لاغينج باور فاكتور، ليش ما يكونش ليدنج؟ الخيارات الاندكشن موتور ديبند اون ذا كونسبت اوف اندكشن تو استابليش كارنت ان ذا روتر اند ذا فيز ريليشن بتوين كارنت اند اندوسد فولتج از لاغينج. والله الاجابه الثانيه ات بيسيكلي ان اندكتيف سيركت كونتين ريزيستور اند اندكتور كومبينيشن. الاجابه سي ات دروس رياكتيف باور. طبعا لما تقول انت تدرس رياكتيف باور انت تقعد كمان تفسر الماء بالماء، ما فيش لها اي فائده، لانك انت عارفين وكلنا عارفين نحن ان اللاجنج باور فاكتور يسحب في رياكتيف باور. وبرضه الاجابه هذه ماهيش سفشنت، لان الاجابه الثانيه هذه بيسكلي ان اندكتيف سيركت كونتين ريزيستور والله اندكتيف كومبينيشن، لان برضه حتى السينكرونس موتور اندكتيف سيركت لا يوجد فيه ريزيستور واندكتور، ولكن تقدر تخليه لاج ولي. فالاجابه الاقوى والاعمق هي الاجابه الاولى، ان الاندكشن موتور يعتمد على مبدا الاندكشن depends on the concept of induction to establish current in the rotor and the phase relation between the current and the induced voltage is lagging. في الحاله الانديوس ما دام ان التيار نشا في الروتر مبدا الاندكشن، مستحيل التيار هذا يكون متقدم عن 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 جهد. فالاجابه هذه هي الصحيحه والاجابتين الاخرى خطا، هذه الاجابه الصحيحه بتاعك. مثلا هنا for two pole 60 hertz 5% slip induction motor the synchronous speed is، شوف انت عطاك السب هنا لكن مش هتستفيد منه. تقدر انت تحسب الـ synchronous speed عن طريق العلاقة بتاع 120 F على P، هيطلع لك 3600 RPM. مرات يعطيك زيادة معلومات ولكن بس مش هتستفيد منها، يعني ما فيش مشكلة. هذا هو إجابة السؤال الأول والثاني. هنا for two pole 60 hertz 5 slip induction motor the motor speed، هنا قال لك شو هنا the motor speed is مش synchronous speed، the motor speed is. طبعا هنا اول حاجه هتحسب ال synchronous speed عن طريق 120 f على p، وبعدها تستعمل العلاقه بتاع السليب 5% ولا 0.45 هيساوي ns ناقص ال n على ns، هيطلع لك قيمه الموتور سبيد اللي هي 3420 rpm. Induction motor tests are used for، ليش يستخدموا في الاختبارات هذه؟ Motor maintenance صيانة الموتر، Determination of equivalent circuit parameters
والله correct the operation of the motor. طبعا نحن عارفين ان هي تستعمل دي equivalent set of parameters induction motor test, block the rotor test, والدي في test و no rotor test. The squirrel cage rotor type. انا الفرع A جاب او الخيار A has windings connected to the springs. والله هذا an advantage of potential external resistance connection. والله simpler and more economical than what type. طبعا الإجابة الصحيحة أنا أفكر الإجابة الصحيحة تكون هي الإجابة هذه. أنا winding connected to slip ring هذا one type rotor وهذا an advantage of potential of external resistance connection. برضو هذه advantage في one type rotor مش في square cage rotor. Synchronous motor in a similar size of motor of induction motor. Synchronous motor in a similar size of induction motor efficiency is higher than induction motor efficiency, ولا lower than induction motor efficiency, ولا the same as induction motor efficiency. طبعا نحن حكينا بدري ويعني قضينا عليها بعض حتى الأسباب درسناها وقلنا نحن أن مستحيل يكون هو lower than induction motor efficiency ولا the same as induction motor efficiency, هو generally هيكون higher than induction motor efficiency. Rotating magnetic field without backward component. إذا كان عندي rotating magnetic field بدون backward component results from من أي شيء ينتج هذا اللي هو rotating magnetic field بدون بعدم وجود backward component إطلاقا. Three phase current displaced by 120 degree electrically passing and three windings aligned together. والله الفرع B هذه الدرع عليها بس هذه بس يعني مش هذا الخيار B. Three phase current displaced by 120 degree electrically passing in three phase windings displaced by 120 degree mechanically. والله three current displaced by 120 degree mechanically passing in three phase windings or three windings displaced by 90 degree mechanically. فأنت لو حاولت انك انت تجاوب السؤال هذا بالتالي الافضل الخيار لك حيكون هو الخيار الخطأ لان احنا درسناها بدري انها displaced بزاوية 120 درجة كهربائيا التيارة والwinding displaced بزاوية 120 درجة ميكانيكيا. Suppose that we have an induction motor running at speed of 1750 RPM at no load. Then the slip RPM is expected to be. طبعا لما يقول لك 1750 RPM معناها السينكرونس سبيد اللي هي اللي بعدها دغري اللي هي في الطبقة اللي بعدها دغري اللي هي حتكون أقرب وحدة لها اللي هي حتكون 1800 RPM. ولكن هنا ما سألكش عن السينكرونس سبيد أصلا, ها سألك عن السليب RPM. السليب RPM هو سرعة الانزلاق ما بين السينكرونس سبيد والموتر سبيد. طبعا هنا بحكم خبرتك أنت حتقول ان السينكرونس سبيد هي الاعلى من هذه مباشره ويكون انتجر, فبالتالي يعطي عدد اقطاب انتجر عدد صحيح للاقطاب, فبالتالي ايش عدد زوجي الاخرى زوجي, فبالتالي حيكون الستب اللي بعدها دغري هي 1800 ار بي ام. ولكن هو ما سالناش هنا انا كان ذا سليب ار بي ام, فبالتالي سليب ار بي ام هي 1800 ناقص 1750 وحيكون عندك انت هذا هو خيارك اللي هو 50 RPM. Suppose that we have an induction motor running at speed of 1750 RPM, 1750 RPM at no load. Then the rotor rotating field is running at, نحن عارفين كلنا ان rotor rotating field هيدور ايش بالسينكرونس سبيد, فبالتالي حيكون هذه السرعة بتاعنا. على الرغم من ان الروتر حيكون هيدور بالسرعة هذه ولكن نحكي لك انا على الروتر rotating field مش الروتر سبيد, rotor rotating field. Suppose that we have an induction motor running at speed of 1750 RPM at no load. Then the stator magnetic field or the stator rotating field is running at definitely حتكون إجابتك برضو هنا 1800 RPM. هذه لأن هذه سرعة السليب وهذه سرعة الموتر, فبالتالي هذا هو الخيار بتاعك. آسف أنا معلش. V-curve of synchronous motor
vicar of synchronous motor is the relationship between armature current and field current, ولا torque and speed, ولا power factor and field current. يعني ال vicar حيكون العلاقة ما بين إيش وإيش. مش حتكون العلاقة ما بين التورك والسبيد. مش حتكون العلاقة ما بين power factor والفيلد. يعني هذا حيكون convex بالشكل هذا. نظرا لأن unity power factor حيكون أعلى نقطة هنا. حيكون العكس لما يكون unity power factor حيكون التيار. أنا V curve inverted V curve. حيكون ال الباور فاكتور الأقل. يعطينا التيار الأعلى. الباور فاكتور الاقل يعطينا الباور فاكتور الاقل يعطينا التيار الاعلى, والباور فاكتور الاعلى يعطينا الباور فاكتور الاقل يعطينا التيار الاعلى, والباور فاكتور الاعلى يعطينا التيار الاقل. فبالتالي انا لما يكون كومبلكس بالشكل هذا يكون هيك بالشكل هذا, معناها هذا حتكون علاقه الباور فاكتور والفيلد كرنت, معناها الميكر حتكون علاقه ما بين الارمتشر كرنت والفيلد كرنت, حيكون الخيار بتاعك هو هذا الخيار بتاعك. Inverted V-curve of synchronous motor is the relationship between armature current and field current, torque and speed, ولا power factor and field current. طبعا definitely حيكون power factor and field current لأن علاقة بيناتهم بالشكل هذا, نظرا لأن أعلى نقطة في الكومبكس بوينت هذه حتكون هي اليونيتي power factor, فحيكون هذه هو الخيار بتاعك. The load capability curve is limited by armature heating limit, ولا field heating limit, ولا steady state stability limit, ولا all of the above. طبعا حيكون all of the above لأن هو كيرف عبارة عن limited by three regions, ولا three points اللي هن عن طريق الأرمشر heating limit والfield heating limit بالنسبة للمشين, والstate stability limit من تحت الكيرف, يعني في جهة الرياكتف باور. الرياكتف باور الماشي في الاتجاه المعاكس كبستر run single phase motor. كبستر run single phase motor has higher efficiency than capacitor start motor, higher torque than capacitor start motor, higher efficiency and higher torque than capacitor start motor. طبعا عارف ان الكباستر رن موتر الكباستر تكزيست دائما في حالة الستارتنج وفي حالة التشغيل, فهذا يساهم في رفع الافشنسي مش بس رفع الستارت. فبالتالي حيكون ايش هذا هو الخيار متاعك اللي هو higher efficiency. وان كنا نحن نقول ان الكباستر start motor هيعطي higher torque, ولكن مش حيكون في الحالة هذه مش حنقدر ننظم الخيارات هذينا higher torque و higher efficiency and higher torque. لا حيكون ايش بس higher efficiency, هذه الادفانتج اللي متأكدين منها نحن او عارفينها نحن عن الكباستر run motor, والادفانتج متاع الكباستر start motor هي higher starting torque. The single phase motor non-self starting is governed by rotating magnetic field theory, double revolving field theory that leads to pulsating flux, direct and quadrature axis theory, ولا all of the above. طبعا واضح ان هنا rotating magnetic field theory هذه للthree phase induction motor. الdirect and quadrature axis هذه للsalient pole synchronous motor. فيبقى معاش اللي عندنا الـ double revolving field theory اللي هي حكينا عليها بدري, وهذه هي جوابك الصحيح, حتكون هي اللي تستعمل في وصف الحالة التشغيلية للsingle phase motor, ولا all of the above هذا كله غلط. تمام. طبعا زي ما قلت لكم انتم هكي ان شاء الله انتهت الريفيو ليكتشر, واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. زي ما قلت لكم انتم الريفيو ليكتشر انا حاولت اعطيه على الجنرال كونسبت بتاعت الماشينز بصفه عامه. اي حد منكم عنده سؤال, عنده اي حاجه يعني بخصوص الماشينز, بتسال على اي حاجه انت, هذه فرصتك, ما عندك من هنا لعند قبل يوم امتحان الكفاءه بيوم تسالني وانا حنجاوبك, وما فيش اي مشكله. حتى لو طولت مثلا ما جاوبتكش على الايميل نظرا لانشغالي باي حاجه, ممكن تبعث لي على الواتساب او حاجه, يعني تبعث لي مسجك سؤالك هيك اللي خطر عليك على الواتساب ولا هيك, باذن الله حنجاوبك. وزي ما قلت لكم هذه محاضره تحفيزيه
على انك انت ان شاء الله تدخل للامتحان وانت ان شاء الله بمعنويات عاليه وتدخل الامتحان وانت عارف على الاقل الاساسيات العامه للكورس. من الصعب جدا ان يحل يعني examples لانه حياخذ وقت, حيبقى وقت على وقت ثاني, ونحن ما نبوش محاضره تكون بورينج ممله بالنسبه لك, وفي نفس الوقت يعني ما نبوش نفوت في ديتيل اللي فتنا في الكورس, لان معتمدين عليك انت انك انت يو البراوز يعني حتراجع حتعمل ريفيو بنفسك بعد المحاضره هذه, وعارف انت تو بالمحاضره هذه عليش انت تركز بالضبط. باذن الله ان شاء الله تنورونا, وان شاء الله ترفعوا راس ترفعوا راسنا ان شاء الله في الامتحان, وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق باذن الله. وزي ما قلت لكم انتم انا نستقبل منكم الاسئله في اي وقت, ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير, في امان الله.